هاي من كيتشينت. هلا بدنا نحضر بسكوي جوز الهند. نحن بحاجة لزليل البيض، سكر، جوز الهند، زبدة وطحين وفانيليا وشوكولا. نحط الزليل بالخفاقة، كمان شوية سكر على سرعة 2 تقريبا لمدة نص دقيقة، ونرجع بنسرعها وبنحط بقية السكر. هلا بهالمرحلة بحط فانيليا، بنحط الكوكونات جوز الهند يعني، والطحين والزبدة الدايبة، وبحركهم بنصبهم بالبوش لكن الأشكال اللي بدنا إياها. هلا بنخبزهم على حرارة 190، بنغطسهم بالشوكولا الدايب ومتزينهم بشوية جوز الهند، وألف صحتين.